Michaela, na Michael, Michaela. Mesh. احنا 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وسمعك الجميل، ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى مع الكلب المالينو. ايه ده، معقوله الكلب المالينو بس؟ مع الكلب المالينو ليه؟ طيب عشان نشوف الكلب المالينو هل بيتحسن. انا ما بشغلش الكلب لان الكلب قاعد يعتبر هنا اهو زي استضافه، وبنخلي الكلب يشتغل وسط الكلاب، فما بشغلش الكلب، ما بتكاش بقى عليه على الشراسه. بس لما بنيجي نشغل الكلب بديله واحده كده اهو، كل مثلا ايه حصه حصتين مع بقيه الكلاب عشان الكلب يشتغل وما يبردش. اهم حاجه اللي الكلب بنخلي الثقه توصل له، اهم حاجه اللي الكلب بنخلي الثقه توصل له والكلب يتشجع ويخش ويمسك. طبعا هنا الكلب ما كانش بيمسك الخشب وكان بيخاف، ممكن يمسك خشبه واحده ويلف يخاف يلزق بالحيطه ولما تبعد يشتغل تاني الكلب. احنا هنا النهارده هنجربه، هنشوف الكلب هيمسك الخشبه جامد وما يخافش زي الاول ولا لسه الكلب بيتخاف وفي نسبه رهبه. هنشوف الكلب هيمسك في الدراع ولا لا، هنشغله الكلب بالجنزير او السلسله او الليشه او اي حاجه اللي انت تخش بالكلب، هل هيهجم على الشخص اللي قدامه ولا لا؟ كل ده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. ما تنسوش زي ما جينا قلنا، صلي على النبي وسبعك الجميل لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد، وان شاء الله تستفاد مننا وتعرف اللي انت تعامل الكلب بتاعك. زي ما جينا قلنا قبل كده، الكلب بتاعك اللي يجي يشتغل ما ينفعش انت اللي تشغل الكلب شراسه. اي حد بيجي يشغل الكلب كده هو اعرف ان الكلب عمره شراسته ما هتبقى زي كلب خارجي بره، استحاله. ليه؟ لان انا اللي بشغل الكلب، عدت الكلب او خشت الكلب عليا غير على المهاجم. الكلب هيخش عمره ما هيجيله الجرأه اللي هو يهوهو عليا، هيهوهو على الحاجه اي نعم، بس هوهوته على الحاجه الغريبه او الجسم الغريب او الشخص الغريب اكتر وفيها انفعال وشخصيه اكتر غير لما هيشتغل عليا. لما هيشتغل عليا كلبي ما ينفعش ان هو يهوهو عليا، فبالتالي بيهوهو على ايه؟ على الدراع او الخشبه او الحاجه، فالهوهوه بتاعته هتبقى خفيفه لان هو قلقان خايف ههوهو على صاحبي ولا لا؟ فدي طريقه اصلا غلط. اللي بيجي واحد يدرب كلبه هو اللي بيدربه شراسه غلط، استحاله. عمر ما الكلب هيدي لك النتيجه زي ما بيديها لك لما بيبقى في حد قدامك غريب بيخش عليه، فانا دي ما بحبهاش اصلا، يعني مش مستحبه. لازم الكلب عشان يشتغل ولا هو اللي بياكله ولا اي حد، لازم يبقى حد غريب هو اللي بياكل الكلاب. المهم عشان ما نطولش عليكم عشان ما تزهقوش برضو، يلا بينا نشوفه فزع هيعمل ايه. يلا بينا نشوفه هل فزع هيقدر يخش ويمسك كده اهو الدراع او الخشبه من على بعد ولا لا؟ لان زي ما انتم فاهمين فزع كان بيخاف وبيترعب من كل حاجه، واشتغل ما شاء الله عليه وابتدى ما يخافش من الناس قوي، بس لسه ان شاء الله هنبتدي بقى نطلعوه بره ان شاء الله عشان نأقلموه وسط الناس اللي هو ما يخافش من الناس ولكن ما يتلمس زي ما احنا شغالين عليه. بس هنشوفه النهارده، هنشغلوه كده بالخشب نشوفه هيستحمل البلاستيك زي ما جينا قلنا احنا بنعمله البلاستيكه وعليها قماشه، يا اما بلاستيك فاضي ما يوجعش الكلب. هنشوفه دلوقتي ايه اللي هيتم وهنشغلوه ونشوفه وضعه ايه، وربنا المستعان. ويلا بينا نشوفه اللي هنعمله. اخويا وصاحبي حبيبي حوده، نخش نسايس الكلب الاول، نشوف الكلب هل هيتسايس معاه ولا لا. طبعا احنا رابطينه هنا اهو وواقفين هنقف ايه بعيد نسيبوه قبل ما يشتغل عشان ما ينفعش نشغلوه وبعد كده يخش هو يسايس ويقول لك طب ما هو كان شغال الاول. لا، احنا دلوقتي هنشغله نخليه يسايسه نشوفوا الكلب ها هيحن ولا فعلا الكلب اشتغل وبقى 100 100. هنشوفه كده اهو هوده بقى وهو مع الكلب بعيد اهو. قرب لي الكاميرا بقى وتحاول تسمع المشاهدين هل الكلب بيطقطق ولا لا؟ يعني بيعض ولا لا؟ Huh?
ما تخلينيش اقرب منه وصوت. طبعا عيل صغير ما جابش 9 شهور ولا سنه غير كده مش عايز اديله امانه عشان الكلب بيعوض. لا معاك والله. نكون فدناكم في الفيديو وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا هنا سادتي وسادتي، تعالى كابتن اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.